بسم الله. واحد البلاد قدران هاي البلاد جاي على القدرون. هيا اي ام سي جاب البيكي والشبكة، هي باينة داير عليها البيكي والشبكة. ها الباب ديالها، الباب ديالها واحد. هادي طريق، هادو هما الشجيرات. الصف الاول هانت كوتا كوت تسعين شجرة فيها الديسير كامل، شفرجل، اللوز، مشماش، رقوق، وعويد، تفاح. فيها تسعين شجرة، كرموس، العنب، التفاح، الحامض، الليمون. هاهما الشجرة هما هادو كاملين، داكشي مصفى لحقو طريقو. فيها واحد البيت لداخل، راه هي بيت صغير، فيه 3 على 3. راه هو وكاينة لابيست مجالي من لهيه، هاديك لابيست كتدي رطاية كبيرة، كتدي تا الطريق لهيه وكتخرجك للشانطي. ومسي جاب البيكي والشبكة، فيها كوتا كوت، البومبا، البير، ما موجود، الشجيرات مزيانين، تيرست فيها الأرضية مزيانة، كلشي زوين. والو السلام عليكم. هذه واحد الارض فلاحيه، فيها تقريبا ثلاثه ديال الخدامه، جايه على القدرون على طريق رئيسيه، هو الحديد كيدوز هو مباشره على الطريق الرئيسيه. هي مسيجة بالبيكي والشبكة، هي مسيجة كاملة بالبيكي والشبكة حتى للطريق. كاينة الطريق عندها واحد لابيست ديال 5 متر مجالي من لهيه. هاد الأرض الفلاحية فيها 90 شجرة، 90 شجرة بالحامض، بالليمون، هانت كيف كتشوفوا، ها هو هادي الشجرة ديال الحامض بالكوتا كوت، هاهما كيتسقى داكشي بالكوتا كوت، ها هو ديال 90 شجرة، الزيتون، الحامض، الليمون، الشماش، كلشي، هاهي بالكوتا كوت، البومبا، و الفوطو ديال فوق قريب، ها هو على الطريق الكبيرة، على الحديد كيدوز، وبالنسبة للتربة ديالها زوينة، كيرست، التربة زوينة، هاهي هي الأرض كاملة مسيجة بالبيكي والشبكة، وفيها واحد البيت، فيه تقريبا 3 على 3. شكرا.